حضور حزب التجمع الوطني الأحرار في هذا المؤتمر ديال الحزب الشعبي الأوروبي هو حضور مهم، لأنه هذا غادي يكون أول فريق برلماني داخل الاتحاد الأوروبي، وعنده موجودين تقريبا عند 80 حزب داخل الدول الأوروبية كلها، لها كاين اللي فيهم في المعارضة وكاين اللي فيهم يعني في الأغلبية وعندهم المسؤولية. وكانت مناسبة أنه نتلقاو واحد العدد ديال المسؤولين الكبار اللي هما عندهم مسؤولية أولى في المعارضة، باش نتكلموا على يعني العلاقة ديال بلادنا مع هاد الدول الأوروبية والآفاق ديالها ديال التطوير. وكانت الحمد لله يعني كل الاجتماعات اللي كانت وإلا إيجابية، اللي كتشجع وكتكلم على الحمد لله التوازن ديال المغرب، على الاستابيليتي ديال المغرب، على المشاريع الكبرى اللي كيقوم بها صاحب جلالة داخل البلاد. وهذا شيء جد إيجابي لهذه الصورة اللي هي أولا صورة حقيقية وصورة إيجابية ديال البلاد اللي موجودة هنا عند الأحزاب الأوروبية، واللي غادي نحاولوا بفضل العمل والاجتهاد المستمر ان شاء الله انه هذه الصوره تبقى دائما في المستوى ديالها وتحسن، حتى يتمكن الصوت ديال المغرب باش يبقى دائما موجود داخل الاتحاد الاوروبي.